اما بالنسبه لمواعيد مباريات منتخب مصر في اولمبياد طوكيو فهتكون كالاتي، ربنا يعني ان شاء الله يكرمنا، وطبعا اكيد بطوله مهمه جدا وان شاء الله نرجع منها يعني ايه منتصرين باذن الله. مصر هتلاعب اسبانيا الساعه 9:30 صباحا يوم الخميس 22 يوليو، وهتلاعب الارجنتين الساعه 9:30 صباحا يوم الاحد 25 يوليو، وهتلاعب استراليا الساعه 1 ظهرا يوم الاربعاء 28 يوليو، وبالتوفيق ان شاء الله. امبارح